كابتن حازم، من يتحمل خسارة وما أسباب هذه الخسارة؟ مبروك للمقاولين طبعا الأول، مبروك لجماعة كابتن عماد النحاس، ماتش تكتيكيا كويس جدا جدا على مدار الشوطين، عمل ماتش تكتيكي عالي جدا. أكيد المدرب وأكيد اللعيبة هم اللي ده، زي ما ماتش الأهلي اتكلمنا عن المدرب واللعيبة إن هم كانوا كويسين، لما بيخسر أكيد المدرب واللعيبة كانوا الأسباب. بنسب ولا 50-50؟ لا بنسب أكيد، لأن هم نفس اللعيبة، فالمدرب ممكن هنتكلم بقى في التغييرات والحاجات دي، أكيد فيها حاجات ممكن ما تبقاش مظبوطة. لكن عايز أتكلم في حاجة، إن الكورة مقاولين الأسبوع اللي فات بيخسر من أسوان والزمالك بيكسب الأهلي. يعني الزمالك بيكسب أقوى فرقة في الدوري والمقاولين بيخسر من يعني فرقة من فرق المعارضة للهبوط في 3-4 أيام. انت بتلعب المقاولين كزمالك لسه كاسب بطل الدوري وكاسب المتصدر، الفرقه ما كانتش خسرت خالص، انت اللي كسبت الماتش عشان انت كنت مستعد للماتش ده. المقاولين نزل ماتش اسوان زي ما قال عماد ما كانش مستعد، ما عندوش الدافع قوي، فاسوان كسبت. النهارده المقاولين بيلعب بدافع اكتر من لعيبه الزمالك شويه، معرفش بقى هم هل لسه في نشوه نظام النادي الاهلي، نشوه الفوز على الاهلي. لكن طبعا اول نص ساعه في الماتش رايح منك خالص، ما بتضغطش خالص، كل الحاجات اللي عملتها في ماتش الاهلي. وعلى فكره في فتره الاهلي كان شوط تاني تحديدا كان ماشي كويس، يعني هو احسن، بس انت مظبط دفاعاتك، بتضغط كويس، ما بيخش فيك جوان عشان كده تعرف تجيب جون. نعم. الزمالك النهارده بيلعب العكس تماما، مساحات كبيره جدا في الدفاع، مساحات كبيره جدا، لعيبه نص ملعب بتستلم باريحيه، يعني جزيري وادوارد الشوط الاول ومجلي طبعا. مجلي على فكره يا ريت كابتن بدري يبص عليه، مجلي ده واحد هيبقى من اللعيبه المهمه جدا في مصر، لعيب نص ملعب بيقال دور دفاع كويس جدا وبيهاجم كويس او بيعرف يلعب كوره كويس قوي. وشكري نجيب دول اللي كانوا ماسكين الشوط الاول، الكوره تيجي عندهم بتحس في مشكله، على الرغم وبيمسك كوره كتير وبيقف على كورته كتير، مفيش ضغط. لازم ما يعني الدوري المصري زي ما قلت هو في اسبوع واحد انت بتكسب بطل الدوري واللي قدامك كان خسران زي كوره ياسر ابراهيم. صحيح بالظبط، بن شرقي خد ياسر ابراهيم راح مثبته على ثابته وخدها ولعبها بالعرض لزيزو، هنا حب يعمل بس فادي نجاح مركز هي دي. بص يا ما دخلش، قعد محلق معاه لغايه ما طلعه بره، لانه مذاكر الماتش. صحيح. لانه مذاكر ان بن شرقي ما تخشش عليه. ياسر ابراهيم في الكوره دي ما كانش ما ينفعش تخش عليه بحريف، تسيبه تخش واحد على واحد، لازم يكون حد في ظهرك. طول ما انت مفيش حد في ظهرك تاجل زي ما عمل فادي. ده متفرج على ماتش الزمالك والاهلي كويس، عماد متعب باصص له، سوري عماد النحاس بص قايل له ما تخشش، استنى لغايه ما حد يجي. دي ناس دارسه ومذاكره كويس وبينفذوا. الحاجات الصغيره دي هي اللي بتفرق في الماتشات، في ماتشات زي ماتش ده، ان هو كل كوره هو مذاكر اللعيب اللي قدامه بيلعب ايه، بيقطم، بيلعب بسرعه، سريع. انا ما اعتقدش لعيب الزمالك عارفه قوي كل اللعيبه بتاعت المقاولين، مش عارفه ده بيلعب ازاي وده بيعمل ايه. هما مركزين ان احنا كسبنا الاهلي وهكسب اي حد تاني. هتكسب اي حد تاني بتركيزك اللي كان في ماتش الاهلي، مش عشان انت كسبت الاهلي. انت كسبت الاهلي عشان انت كنت كويس، عشان انت كنت مركز، عشان انت كنت باصص ومذاكر لعيبه الاهلي كويس جدا. لكن انت مش هتكسب كل فرقه عشان انت كسبت الاهلي، لازم تعرف انك لازم تذاكر كل فرقه حتى لو فرقه صغيره جدا، لكن لو ما ذاكرتهاش وما احترمتهاش وما اشتغلتش على الشغلانه دي هتخسر. نعم. الزمالك حاول يلم نفسه طبعا، في طبعا حاجات مهمه جدا لاسباب الخساره. اولا الزمالك الطرفين حازم بعد ما طلع بمستوى عبد الله جمعه، انت ما عندكش باكات لا يمين ولا شمال، ودي مشكله كبيره جدا. وانا بقول يا ريت كارترون يحط الماتشات الجايه زيزو كباك رايت ويجربه في المكان ده 3-4 ماتشات، لان انت عايز واحد في الحته دي يعرف يعدي، عنده سرعه، عنده يعني فلكسبيليتي شويه في المكان، مارين شويه، بيعرف يشتغل على قدام اكتر، يعمل اوفرلاب مع ونجم او مع اللي هيلعب قدامه، يعني ما يبقاش فيكست على طول زي محمد عبد الغني. فيا ريت يحط زيزو يجربه الماتشين التلاته الجايين كباك يمين. يعني المنطقه دي انت عندك باك يمين، ما عندكش باك يمين دلوقتي بيهاجم، بالتالي انت بتستنى دايما الكره توصل لقدام عشان تعمل الكروس، ما فيش حد بياخد الكره ويعمل اوفرلاب مع حد. على طول عبد الغني الشوط الثاني كله بيباصي ويقف. فدي لازم يعملها كارتون. تاني حاجه برضو في التغييرات، ساسي ما كانش كويس، بس انا لو عندي واحد زي ساسي اللعيبه الحريفه دي وهو وحش قوي ممكن يعمل لك جون، ممكن يجيب لك جون. يعني دايما اللعيب الحريف ممكن يبقى اوت اوف مود ومش شايف وبتاع، بس عنده نو هاو انه ممكن يوديك للجون في واحده في اتنين، وانت زياده واحد يعني هو مش هيكلفك ان انت مثلا ايه، هو مش شايف هتترد عليها بجون، هو محدش بيهاجمك كتير. نعم. فمش هيكلفك حاجه، فخليه شويه في الملعب بدري قوي دقيقه 55 و56 انه يطلع. كان ممكن يعمل حاجه برده كويسه جدا، كان ممكن يلعب بثلاثه، يثبت عبد الغني ومحمود والونش ويطير بقى كل الناس. انت عندك ثلاثه سنتر باكات اساسا. نعم. انت حاطط محمد ناحيه اليمين وما بيزيدش خالص، ومثبته يمين ومثبت عبد الله جمعه شمال. نعم. كنت خليه تلعب بثلاثه ويفتح الملعب ثلاثه زي ما يوفنتوس بيلعب مثلا ولا انتر والناس دي، وطير بقى
شيل عبد الله جمعه خلاص نزل حد تاني يلعب كاسونج ولا حاجه وحط ناحيه تانية او نجم ويلعب او حط كاسونج راس حربه تاني يعني فيها تفسير كتير واضغط من قدام. نعم. في لعيبه عندها قرارات برده خاطئه تامه يعني مثلا اللي باصي يشوط واللي يشوط يرقص في كذا كوره هنا لو مثلا زيزو عملها بدل ما يطلع الراجل اللي بره يحطها في القلب الاشمر شرقي جون في كوره الشوط الثاني ملعوبه بالعرض زيزو حاططها بوش رجله كده فوق العرض لو ريحها لتحت اشمر بن شرقي لوحده خالص جون. نعم. بس اللعيبه متوتره ما اعرفش ليه يعني هي قرارات لعيبه برده لازم برده تلاقي واحد مثلا في الوينج رايت وفي تحت واحد فاضي يلعبها بكروس وخلاص ما هو انت بص بص بعينيك هتلاقي تحت فاضي كل الاستدراكات بتخش جوه بص بره انت خلي عندك يا ريت يجيبها لنا بس طبعا مش عارف هيجيبها ازاي لانها برده كوره كتير اشرف بن شرقي لعب كويس جدا جدا كل كور اشرف بن شرقي اللي بالعرض تحت لوحده لو حد بص بعينيه وهو بيرفع الاوفر بس لتحت نعم هي بص دي بص دي بص دي بتاعت زيزو لو اشرف بن شرقي تحت بص لو حطها له لا مش دي في واحده ثانيه يعني نعم قراراتهم خطا في منطقه ال 18 لازم يبقى قرارك اسرع شويه ولازم تبقى كاشف الملعب اكتر شويه اكيد هكلمك بالتفصيل عليها. انا سايبك في الكلام براحتك انا جيت عليك لا كان جيت عليك ما بين الشوطين فسيبك تتكلم براحتك لا لا عادي كابتن ايمن الواحد يعني كان في حاجات كان ممكن الماتش يبقى انت طلعت بره الماتش من الشوط الاول لكن كان ممكن تخش الماتش في لا. حاجات صغيره وتغييرات جوه الملعب تعملها تتغير هي دي بص دي اللي انا بكلمك فيها لا برضو مش هي دي مش هي دي مش بس برضو حازم دفاع المقاولين كان كويس طبعا 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 بس انت مسهلها عليه